في برنامجك الانتخابي وموضوع حسنة المحامي اللي هو مازال موضوع أخذ وردي لحد الآن، كيفاش تنظر له؟ بالنسبة للصراع بين قضاة المحامين، أعتقد مش دخلنا صفحة جديدة من الاتفاق والوحدة. أكثر قطاع الروح متاع المرفق العدالة والمدافع الأول الروح متاع المرفق القضاء هم المحامين. إذا قاضي ضرر وقت بن علي المرحوم اليحيوي ما كان المحامين، والجسم القوي في المرفق العدالة هم المحامين، والحقوق ما توصل لأصحابها كان بوجود جسم قوي للمحاماه. وما دافع ما خرج البلاد من عقود الظلمات، وما تحدى نظام بن علي، وما دافع عن العداله، وانا كنت شاهد على ذلك. جميع الاطراف الاجتماعيه في تونس كلها مجتمعه لا تزن، ما عندهاش في قل ربع المحاماه بما فيها الاحزاب. لما كنا في صراع مع بن علي موقف معنا حتى حد، ونتفاهم لان طبيعه المحامي اللي يمشي للمحاماه برشا دخلوا المحاماه وكانوا في السجون. الاستاذ العيادي، الاستاذ بشير الصيد 6.5 خرج 18 كيلوغرام من السجن، عنده برنامج في مخه، عنده انتصار للحريه في مخه، ودفعوا ثمن ذلك عدد كبير، والثمن كان متلون. ثم شكون خسر فلوس، ثم شكون خسر مصالح، ثم شكون خسر حياته الخاصه، يعني الخسائر كانت فاتحه. 700 محامي اللي شاركوا في المظاهرات كلهم دفعوا ثمن غالي، واللي شاركوا في الاعتصام اللي فات الاستاذ محمد عبو كلهم دفعوا ثمن. نرجع لعلاقه القضاء بالمحاماه، وقت اللي تقول لي انت ثم علاقه وطيده بالمحاماه، لو كان ثم هذه العلاقه الوطيده بين المحاماه والقضاه ما كان قيس سعيد يتجرأ على القضاه ويعزل 57، بل ويصر على ظلم القضاه ويصر على جعل القضاء وظيفه مش سلطه كما اقرها الدستور 2014. اسمعني، ثم خطوط استراتيجيه تمشي فيها المحاماه، ثم وضعيات تكتيكيه. الفترة الأخيرة بعد الثورة اللي مسكوا الحكم، تشخيصهم لدور المحاماة كان غلط. كانوا يعتقدوا المحاماة حكاية ثورة، اش عملوا المحاماة؟ نهضة، دخلوا آلاف للسجن، واليسار دخل. لكن أنا نقول شنو هي فعالياتهم؟ دخلوا للسجن، جاو يخرجوا البلاد من الدكتاتورية، شنو هي النتائج؟ دخلوا جماعتهم للسجن، البعض منهم هرب للخارج. شكون تمكن من رقبة بن علي؟ على خلاف ما يقول البعض، البعض يقول بن علي قرط المحامين في صندوق الضمان الاجتماعي. شكون تمكن من رقبة بن علي؟ هم المحامين. المحامين بكل هدوء عندهم مكاتبهم، وروجوا وفضحوا بن علي إلى أن سقط. والمنظور كل دكتاتورية في العالم تعادي المحامين. في قمة نظام القذافي عندي صديق حاب يعرفني على وزير ليبي، قالوا نقدم لك فلان الأستاذ سامي شطورو محامي. اسحب بيده. تخيلوا محامي ليبي، معناها رغم المحاماه الليبيه معناها كانت ضعيفه في وقت القذافي، ولو تقوات مع النقيب عبد الحفيظ غوغا اللي دعمناه، سحب ايده ما رجعها كيف، قال له راهو تونسي. يعني كل نظام ديكتاتوري بالضروره يعدي المحاماه، لان عبر التاريخ وعبر الاوطان وعبر الكره الارضيه ديما المحامين لطبيعتهم لطبيعه الجسم هما الاقوى. نرجع مرة أخرى لموضوع العلاقة بين المحاماة والقضاة باعتبارهم جسم قضائي واحد، وباعتبار أن النيل من طرف منهم هو نيل من القضاء. اليوم القضاة في محل استهداف وموضع استهداف الرئيس قيس سعيد. ماذا فعلت المحاماة الرسمية ولا المحاماة الشعبية في مناصرة القضاة؟ المحاماة راهم محامين غالبيتهم عبروا عن رفضهم لعملية الطرد والتأديب، معناها القرار اللي انفرد به رئيس الدولة. يعني صحيح المحامين ممتعضين من انه القضاة ما شافوش بجميل المحاماة، لان المحاماة هي اللي خلصت القضاء من الدكتاتورية ومن التبعية للسلطة التنفيذية. المفروض انت تمجدها، احنا لما نوقف قدام المحكمة تمجيدا لمرفق القضاء وتمجيدا للوطن الحر، قولوا سيد الرئيس، مش تمجيدا للشخص، تمجيدا للقضاء. كنا ننتظروا في تلك اللحظة انهم، نعرف كثير منهم يمجد المحاماه، لكن ما فماش قوه قالت لا راه ما يصيرش مسألة القضاء المحامين 8 على 45، ما فماش قوه قالت راه باش يكون المجلس على القضاء قوي لازم يكونوا معنا المحامين. صحيح اخطاوا، لكن في المستقبل ما نعتقدش باش يخطأ. في المستقبل بالتجربه عندنا بتجربتين، وقت بن علي كانوا خاضعين تماما، بعد الثوره اللي جابوها الثوره ما شاركوش فيها القضاة في مشاركتهم، مشاركة تقريبا لا شيء، كيف انك الصحفيين، مع احترامي للصحفيين، مشاركة ضعيفة. أساتذة الجامعيين عملوا حاجة، عملوا الوحيدين القطاع اللي اختار عميد وهيئة خرجوا من السجون نتيجة تتبعات
مرتبطة بالسياسة هم المحامين. ثم قطاع آخر في تونس انتخب عميدة ورئيس نقابة معناها استخل السجون ومعارض، المحامين هم الوحيدين هم اللي هذه نرجسية مبالغ فيها. على كل حال شاركت الثورة أطياف عديدة وقطاعات عديدة في المجتمع، ما نبخصوش المجهود نتاعهم، الفنانين شاركوا، الصحفيين شاركوا من خلال انتخاب عميد كان خرج بيانات وكانت عنده مواقف معناها معلومة أيام الثورة، وكانوا خرجوا في قبل الثورة خرجوا في مسيرات ضد بن علي، وبعديد الصحفيين اللي دفعوا ثمن معارضتهم لبن علي.